وبعدين هو في حاجة اسمها توفيق في كرة القدم، لو تسمح لي ان انا اسألك يعني السؤال ده بحكم خبرة حضرتك على مدار طبعا 30 سنة مع النادي، هل في حاجة اسمها بجد توفيق يعني في كرة القدم، خصوصا احنا بنتكلم انت بتتابع دوري انجليزي ودوري اوروبي ودوري يعني الماني وغيره والدوري المصري، يعني هو التوفيق موجود في كل العالم ولا ده ملوش، ولا بنسميه لك ولا بنسميه كرة معصلجة اوقات، ولا يعني عايز افهم. لا ده سؤال مهم جدا، وعايزين نشرح للساده المشاهدين التوفيق ده عامه بيجي نتيجه المجهود والتعب والتركيز والاصرار والفرص اللي بيجي لك من هنا يجي لك توفيق. لكن انا ما بشتغلش وكسلان وما بروحش للجول وما عنديش فرص يجي لي منين توفيق؟ ولو جه في الحاله دي يبقى حظ بقى مش توفيق. وبعدين حظ بقى يعني تبقى تضرب في العارضه وتخش، تبقى تضرب في واحد وتخش، زي مثلا الجول المريخ بتاع السلاي الاخير ثالث، يعني فيها برضك توفيق فيها حظ. راجل انطلق من نص الملعب وراح ورقص الناس وبعدين لعبها خبطت في المدافع ودخلت. ليه؟ ربنا رايد للنادي الاهلي تعب والنادي الاهلي راح للجول والنادي الاهلي ضاعت منه فرص. صح. فالتوفيق بيجي للي بيجتهد، اللي بيعرق، اللي بيركز، اللي بيروح للجول، اللي عنده فرص كتيره. طب انا ما عنديش فرص. طب لو انا عملت كل ده ولم اوفق دي بتبقى راجعه لايه برضه؟ عدم توفيق بقى. ايوه ما مش يومي. مش يومي. ادي الاجابه اهي. في الكوره مش يومي، يعني كل الناس بتقول لك ايه النادي الاهلي ادل عليه. يعني فعلا في حاجه كونكلوجن ان في حاجه في كره القدم اسمها مش يومي، في حاجه اسمها الكوره ماشيه معايا مثلا. ومع الفرق الكبيره كمان، يعني ساعات يعني ربنا لا يعود مره ثانيه، يعني النادي الاهلي ممكن يخسر، يعني خسرنا من سان داونز خمسة قبل كده، فكان مش يومنا، يوم يعني ده كده مش شهرنا. فيعني خمسة.